عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. هيا بنا يا أصدقائي نتأمل معا هذه الصورة. ماذا نشاهد بها؟ نشاهد في هذه الصورة مجموعة من الطيور تقف في الحظيرة. في الحديقة، في هذه الحظيرة مجموعة من الطيور، الدجاج والطاووس والأرنب، بجانبه كثير من الأشجار والورود. هذا الطاووس يبدو على شكله الأغترار بشكله الجميل وريشه الملون بألوان زاهية. كل الحيوانات في هذه الصورة تنظر إليه ومعجبة بهذه الريش ومعجبة بذيله الجميل. هيا بنا نتعرف على أحداث هذه القصة. أعبر أتخيل ما قالت النملة للطاووس. هناك في هذه القصة نملة تقوم بالحديث إلى الطاووس. هيا بنا نتعرف ماذا قالت النملة للطاووس. مر الطاووس ذات يوم بنملة تحمل حبة على ظهره، فقال: لو أعطيتني هذه الحبة أهديتك ريشة جميلة من ذيلي. قالت النملة: أنا أفضل القمح. تخيلوا معي يا أصدقائي ماذا قالت النملة لهذا الطاووس المغرور. هيا نتخيل معا ماذا قال. قالت النملة: ماذا أفعل أنا بريشتك هذه؟ أحسنتم يا أصدقائي، لكم يا أصدقائي الحرية في التعبير بما أردتم، ولكن هذا جزء من المساعدة كي تستطيعوا أن تتخيلوا معي أحداث هذا الحوار. قال الطاووس: ريشي جميل وملون وأنت ليس لديك ريش. قالت النملة: إذن اجعل ريشك يطعمك أيها الطاووس المغرور. هيا بنا نقرأ معا أحداث القصة كاملة بعد ما أتممنا نهايتها. مر الطاووس ذات يوم بنملة تحمل حبة على ظهرها، فقال: لو أعطيتيني هذه الحبة أهديتك ريشة جميلة من ذيلي. قالت النملة: أنا أفضل القمح. ماذا أفعل أنا بريشتك هذه؟ قال الطاووس: ريشي جميل وملون وأنت ليس لديك ريش. قالت النملة: إذا اجعل ريشك يطعمك أيها الطاووس المغرور. شكرا لكم يا أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على حسن استماعكم.